سألوا سؤال: متى تتغير حياة الإنسان؟ وأخذوا إجابات من الفلاسفة، أشهر الفلاسفة بالعالم. السؤال هو كمان مرة: متى تتغير حياة الإنسان؟ سقراط مثلاً إجابته: عندما يعرف بأنه لا يعرف. سينكا أجاب: عندما يعرف حدود قدرته. فيلسوف ثالث جاوب بأنه تتغير حياة الإنسان حين يتألم وحيداً. نيتشه جاوب: تتغير حياة الإنسان حين يتجاوز نفسه. والفيلسوف الخامس قال بأنه حياة الإنسان تتغير عندما يؤمن بحريته. والسادس جاوب: حين يلامس معنى لحياته. السابع: عندما يتجاوز إرادته. والثامن أجاب بأنه حياة الإنسان تتغير عندما يموت. والثامن قال بأنه نحن نتغير وفقاً لمقتضيات الضرورة وليس استجابة لحريتنا. هاي كتير حلوة. وتاسعاً نتغير حين ندرك بأن هذا العالم غير قابل للإصلاح. وأخيراً نتغير حين يتقيأ الإنسان قلبه. تخيلوا قديه أنا بالنسبة لي كلهم صح، وكلهم بكل مرحلة ممكن تمر بظرف يغيرك بسبب موقف أو شعور أو مرحلة. فشكراً بنان على هذا البوست، أنا I saved it عندي يعني عشان دائماً أضل أقرأه. وإنتوا فكروا بهالجمل، إمتى فعلاً تتغير حياة الإنسان؟